السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنستخدم دالة جديدة وهي الدالة الـ STR، علامة اس دولار ونمبر. هنستخدمها فين ونعرفها وإيه هي الميزة بتاعتها في الأكسس. هنا أول حاجة بننشئ جدول عبارة عن نمبر، تمام كده. نمبر هنسميه N مثلا. هنا في هنا بعض الأرقام، بعض الأرقام بنحفظ الجدول تيبل 1 وبننشئ استعلام. هننزل ننشئ الاستعلام وننزل ال N 1 كده. احنا سيفنا الكويري وهنبدأ دلوقتي نشتغل في هذا الكود او هذا الدالة. هنستخدمها ازاي؟ هننشئ، هنخش على الاستعلام وديزاين فيو وهنستخدم اول حاجة هذه الدالة. لازم ننصب يعني ايه بقى الكلام ده؟ اول شيء طبعا هو نشأ طبعا عشان بس نشأ حقل جديد، بس احنا بقول لك هنا هو هيكون اسمه اكس بروت 1. قالت لي الحقل فيه ارقام دوت، تمام كده. اللي فيه ارقام هيكون ايه؟ اللي هو ان ده اللي هو الحقل اللي موجود فيه ارقام، هيحوله نصوص يعني رقم، بس انت مش هتحس اللي هو رقم، هو هيبقى نص. وهنعرف ايه هو الفرق ما بين النص والرقم. يبقى هنكتب هنا ان، تمام كده. هنا زي ما انت شايف كده ايه الفرق بين الارقام والنص. طب كده الاكسبرت 1 ده حوله نص، ما انت شايف 89 هي 89 و1000 هي 1000. بص بقى، انت عايز تعرف اذا كان ده نص ولا رقم، هو كده بالعين رقم لكن كخليه من جوه نص. طب ده اللي هو الرقم الطبيعي. نعرف ازاي؟ بنيجي هنا اهو وبنيجي هنا وبنعمل ترتيب تصاعدي. قال لك 5 8 10 51 و 1000. لكن هنا لما تيجي تعمل في النص ترتيب تصاعدي، ده بقى الترتيب بيعد بهذا الشكل كنص. يبدأ خمسة الأول يعني الوحيد الأول، صرف نظر بقى واحد ده إيه بعديه إيه، بعد كده خمسات، بعد كده إيه يشوف اللي وراه إيه، خمسة واحد، خمسة اتنين، خمسة ستة، خمسة ستة، بعد كده تمانية، بعد كده تسعة. كده هو حول الكلام ده لنص ويعتمد عليه كنص وليس اعتماد عليه كرقم. والدوال أي حاجة في الكواد فيجوال بيزك ويعتمد على الكويري 1 في داخل الاكسبورت ديت هيعتمدوا كنص وليس كرقم. ده هو الكود اللي احنا استخدمناه اللي هو اس تي ار اس دولار ان ايه الحقل اللي موجود داخله هنا نمبر، حوله لك بشكل نصي. يعني هنا ده هنا مش هينفع تعمله كوما ولا اي حاجه. ده الافاده حاجات كتير حاليا في الشغل انا ما بستخدمش استفاد بيها، لكن في شغل ناس كتير جدا ممكن يستفادوا من القصه دي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.